بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الاسئله الخاصه بشابتر الستيك هولدر. السؤال الاول بيقول when do stakeholders have the most influence on a project، امتى بيكون الستيك هولدرز لهم اكبر تاثير على المشروع؟ الاختيار الاول at the beginning of the project، في بدايه المشروع، in the middle of the project، في نص المشروع، at the end of the project، في نهايه المشروع، throughout the project، عبر فتره المشروع. طيب هو السؤال طبعا سهل ومباشر، الإجابة هي الأولى at the beginning of the project. قلنا في بداية المشروع بيبقى الستيك هولدر له أعلى تأثير، لأن المشروع لسه ما اتعملش، لسه ما اتبناش، فبالتالي مش هيكلف حاجة إن أنا أعمل تغيير. لكن لو واحد من الستيك هولدر طلب في النص أو في آخر المشروع، لا شك التكلفة هتبقى أكبر، لأن ده تشينج، هيغير حاجة، ممكن يضطر إن هو يهد ويكسر عشان يعدل. لو كان في اخر المشروع خالص هيبقى اقل تاثير، لان هنقول له يعني يا ستيك هولدر كنت جيت من بدري، احنا خلاص خلصنا وبنينا وعملنا كل شيء، وبالتالي عشان نغير لك التغيير ده هنتكلف تكلفه كبيره. فساعتها يعني لما نعمل بالانس او موازنه هنلاقي لا، ان احنا مش هنقدر نقبل بالتشينج اللي انت طالبه يا ستيك هولدر. فبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاولى at the beginning of the project. السؤال الثاني بيقول the project has been going well except for the number of changes being made، كان المشروع ماشي كويس فيما عدا ان في شويه تغييرات عددها يعني واضح انه كبير. The product of the project is being installed into 7 different departments، المنتج بتاع المشروع هيتم تركيبه، او لو هو بروجرام مثلا او سوفت وير هيتعمل له انستول في 7 different departments، في 7 اقسام مختلفه within the company، خلال الشركه. And will greatly improve departmental performance when operational، لما هيبقى شغال هيعمل تحسين بشكل كويس في الأداء الشركة. The team has selected the appropriate processes for use on the project، التيم اختار العمليات المناسبة اللي يستخدمها، عمليات إدارة المشروعات يعني اللي هيستخدمها في المشروع. The project manager is a technical expert as well as having been trained in communications and managing people، يعني مدير المشروع مش بس عنده كمان خبرات تقنية او فنية، لا كمان عنده خبرة في الادارة او عنده واخد تدريب في الكوميونيكيشن ومانجينج بيبل، اتش ار وكوميونيكيشن. Which of the following is the most likely cause of the project problems، اي مما يلي يكون يعني له سببية او هو السبب الاكثر تأثيرا في مشاكل المشروع. الاختيار الأول the project manager was not trained in understanding the company environment، مدير المشروع ما كانش متدرب كويس إنه يفهم البيئة العامة في الشركة. The project should have more management oversight since it will result in such great benefits to the company، المشروع كان المفروض يبقى فيه متابعة أو مراقبة للإدارة، more management oversight since it will result in such great benefits، طالما ان هو هيدي benefits او منافع عالية للشركة بالشكل ده. الاختيار الثالث بيقول the project should have used more of the project management processes، كان المفروض يستخدم عمليات ادارة مشروعات اكتر. الاختيار الرابع some stakeholders were not identified، بعض الستيكهولدرز ما كانوش معرفين في الـ identify stakeholders. طبعا الإجابة الأخيرة هي الأوقع، إن some stakeholders were not identified، إن بعض الستيكهولدرز ما كانوش معرفين أو محددين، وبالتالي إن حصل changes، لأن هي دي اللي هتأثر، لأن change أنا هاخده منين أو هيجي لي منين؟ هيجي لي إن stakeholder معين مش عاجبه حاجة أو عايز يغير حاجة معينة. طب لو أنا كنت عامل لهم identify من الأول كلهم وعارف مين هم أصحاب المصلحة أو مين المعنيين بالمشروع، وأخدت آرائهم وأفكارهم وأخدت اعتبار ليها يعني في التصميم بتاع المشروع، فبالتالي ما حدش هيبقى معترض يعني. لكن التشينجز دايما يعني بتنشأ من النقط دي، ان ناس ما كانتش رأيها متاخد في الاعتبار، ولما جاي يتاخد في الاعتبار قالوا لا احنا محتاجين نعمل تغيير. طيب السؤال الثالث بيقول stakeholders can be identified in which project management process groups، بنقدر نعمل identify للstakeholders في انهي process group، هل initiation ولا planning ولا execution ولا monitor control ولا closing كده يعني. طيب الاختيار الاول بيقول initiation planning executing and monitor and control، الاختيار الثاني initiation and planning، الاختيار الثالث planning and monitor and control، الاختيار الرابع monitor and controlling and closing.
طيب احنا عارفين طبعا الايدنتيفاي ستيك هولدر بتتم في عمليه الانيشيشن، طالما بتتم في الانيشيشن يبقى انا مرتبط بالاجابه A وB، C وD مستبعدين لان لازم يبقى الانيشيشن موجود لان هو ده البدايه. طيب اختار A ولا B؟ ال A فيها initiating و planning و executing و monitor و control، ال B فيها initiating و planning. هل بيتم في حاجة غير initiating؟ اه بيتم على طول عبر مدة المشروع كلها، مهما يعني في اي وقت عرفت فيه ان في stakeholder معين انا ما كنتش عارفه محتاج ان انا اضيفه. لو في عملية المونيتور و control او الاكسكيوشن اثناء الاكسكيوشن لقيت احد الستيكهولدرز اللي انا ما كنتش ضاممهم فهضيف الراجل ده، يعني مش هقول لا خلاص انا عديت مرحلة البلانينج مش هضيفه. فبالتالي في كل المراحل اي حد هيقابلني كستيك هولدر مضطر ان انا اضيفه للستيك هولدر ريجستر. طيب يبقى الاجابة بالنسبة لنا هي الاجابة الاولى initiating planning executing and monitoring and control. السؤال الرابع بيقول particular stakeholder has a reputation for requesting many changes on project. في احد الستيك هولدرز عنده يعني سمعة او طلع سمعة عليه كده ان هو دايما بيطلب تغييرات requesting many changes on projects في المشاريع. What is the best approach a project manager can take at the beginning of the project to manage this situation؟ المفروض مدير المشروع ياخد انهي نهج او يعمل ايه او يتصرف ازاي عشان في بداية المشروع عشان يعني يتغلب على الموقف ده. الاختيار الاول say no، يقول لا to the stakeholder a few times to dissuade him from submitting more changes، يعني يقول له لا كذا مره كده عدد مرات قليل عشان يثنيه او يخليه يعدل عن ان هو يطلب تغييرات، يعني يحاول ان هو يزهقه يعني ان هو يطلب تغييرات، يقول له لا كذا مره فالتاني خلاص يبطل يطلب. الاختيار الثاني get the stakeholder involved in the project as early as possible، يخلي الستيك هولدر ده متضمن في المشروع يعني بدري على قد ما يقدر. الاختيار الثالث talk to the stakeholder's boss، يكلم رئيسه to find ways of directing the stakeholder's activities to another project، ان هو يعني يكلم رئيس الستيك هولدر ده عشان يجد طرق to find ways of directing the stakeholder activities، ان هو يوجه الاعمال بتاعت الستيك هولدر او انشطته تو انذر بروجكت، يعني يخليه يبص على مشروع تاني بدل مشروعنا ده. الاختيار الرابع ask the stakeholder not to be included in the stakeholder listing، يطلب من الستيك هولدر ان هو ما يبقاش ضمن الستيك هولدر listing. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد، لا شك ان الاخيره يعني هو يطلب من الستيك هولدر ان هو ما يبقاش في الليسته، من اللي بيعمل الليست؟ ما هو البروجكت مانجر هو اللي بيعمل الليست دي نفسها، فهيطلب منه انه ما يبقاش في الليست، فحاجه غير منطقيه. السؤال الاختيار الثالث يكلم مدير الستيك هولدر انه يبعده عننا الراجل ده عشان الراجل ده هيعمل لنا مشاكل، فبرضه يعني اداريا مش صحيحه، انا يعني عشان الراجل بيطلب حاجات او بيطلب طلبات اقول ابعدوه، لا ممكن الطلبات تكون منطقيه وصحيحه وفعلا يعني تؤخذ في الاعتبار. الاختيار الاول ان هو يقول له نو كذا مره عشان يزهقه ويخليه يبطل يطلب، لا شك انها يعني غير اخلاقيه، يعني انا بقول نو على الفاضي، المفروض اقول نو عن دراسه مش بمزاجي. فبالتالي الاختيار المتبقي هو بي، ان هو يخليه متضمن او يعني داخل في المشروع من البداية عشان كل التغييرات اللي هو كان ناوي يطلبها بعد كده يطلبها من دلوقتي، ونتفق ايه هي فعلا الحاجات اللي انت عايزها، ايه رؤيتك، حطيناها في المشروع خلاص مالكش حجة بقى، مضينا واتفقنا وعملنا من السوب ميتنج واجتماعات وكلام من ده، فخلاص ما عندكش حجة بقى انك مستقبلا تطلب. فيعني بعض مدراء المشاريع من قبل المالك قد يكون هو بيتهرب من الستيك هولدر او اللي هو الاند يوزر او المستفيد، وما بيحبش ان هو يتعامل معاه عشان خايف للتاني يطلع بقى حاجات زياده ومش عارف ايه، لا ما هو يعني في يوم من الايام ممكن يطلعها وتضطر ان انت تكسر وتعيد وتعمل يعني شغل بزياده. فمن البدايه اعرف المطلوب ايه والبريوريتيز ايه، ولما هتطلب من البدايه لو خايف ان هي الكوست بتاعها عالي السبونسر هو اللي هيحكم في حاجه زي دي، الممول هيقول اه لا دي عايزينها دي مش عايزينها، البريوريتيز بتاعتنا ايه، ومن البدايه هيبقى خلاص عرفنا ان السبونسر رفض التشينج ده فمش هيتطلب تاني. طيب السؤال الخامس بيقول which of the following statement best describes how stakeholders are involved on a project، اي من الجمل التاليه بتصف قد ايه الستيك هولدر بيكونوا متضمنين في المشروع. طبعا طالما كتب بيست كده بصوره كابيتال يقصد ان هي ايه، يعني ممكن يكون في اكتر من اختيار نافعين بس هو عايز الافضل.
الاختيار الأول بيقول they help to determine the project schedule, deliverables and requirements. بيساعدوا في تحديد الجدول الزمني والdeliverables المخرجات والمتطلبات. الاختيار الثاني بيقول they help to determine the project constraints and product deliverables. بيساعدوا في تحديد الconstraints القيود على المشروع والproduct deliverables المخرجات المنتج نفسه. الاختيار الثالث they help to determine the resource needs and resource constraints on the project. بيساعدوا في تحديد الموارد المطلوبة للمشروع وقيود الموارد. الاختيار الرابع they approve the project charter, help provide assumptions and create the management plans. بيعملوا يعني موافقة بأبروف الشارتر, بيوافقوا على الشارتر وبيدعموا الأسامشنز, بيساعدوا في تدعيم الأسامشنز الفرديات وكرييت البروجكت مانجمنت بلان, عمل خطة إدارة المشروع. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد الاختيار الرابع ان هم بيأبروف الشارتر, لا هو السبونسر هو اللي هيأبروف الشارتر, فبالتالي الاختيار الرابع ده مستبعد. الاختيار الثالث بيساعدوا في تحديد الريسورسز المطلوبة, لا مدير المشروع هو اللي هيعمل اناليسز ويعرف ايه هي الريسورسز المطلوبة. طيب الاختيار الاول help determine the project schedule, الschedule project schedule نفسه مدير المشروع هو اللي هيعمله, ممكن يكون التايم النهائي او المشروع يخلص في مدة قد ايه ده من خلال الشارتر, لكن السيكونس بتاع الاكتيفيتيز وايه هي الاكتيفيتي ليست والكلام ده لا مدير المشروع اللي هيعمله, فبالتالي الschedule مستبعد. الاختيار الثاني they help to determine the project constraint, بيساعدوا في تحديد قيود المشروع لان هم بيقولوا فكرهم ورايهم وطلباتهم, فطلباتهم دي بتبقى من القيود اللي عليا. والبرودكت deliverables بيقولوا احنا عايزين ايه من البرودكت, ايه هي المخرجات اللي احنا عايزينها, فبالتالي الاجابه الصحيحه هي الثانيه بي. السؤال السادس بيقول all of the following are parts of the team's stakeholder management effort, جميع ما يلي هي أجزاء من الـ Teams Stakeholder Management, إدارة المعنيين اللي الجهود الخاصة بإدارة المعنيين اللي بيبذلها الفريق except فيما عدا واحدة تعتبر مش منهم. الاختيار الأول بيقول Determining Stakeholders Need, تحديد احتياجات الستيكهولدر. الاختيار الثاني Identifying Stakeholders, تعرفهم. الاختيار الثالث Giving Stakeholders Extras, بدون بزيادة. الاختيار الرابع managing stakeholders expectations, إدارة طاقاتهم. أني فيهم يعتبروا فعلا من ضمن الافورتس بتاعت الستيكهولدر مانجمنت أو إدارة المعنيين وأنهي لا؟ لا شك أن الإجابة واضحة جدا, يعني السؤال الاختيار الثالث giving stakeholders extra هي تعتبر الإجابة الصحيحة لأن هي دي اللي مش من ضمن جهود الستيكهولدر مانجمنت efforts. طيب السؤال السابع بيقول you have been assigned to manage the development of an organization's new website, يعني تم تخصيصك على ان انت هتدير مشروع عبارة عن تطوير ويب سايت, موقع على الانترنت لشركة. The site will be highly complex and interactive, في تعقيدات وتفاعلات كتيرة. And neither your project team nor the client has much experience with this type of website development, لا التيم بتاعك ولا الكلاينت عنده خبرة عالية بالموضوع ده. The timeline is extremely aggressive, الوقت حرج مع المشروع. Any delay will be costly for both your firm and the client, أي تأخير هيبقى مكلف لكل الاثنين يعني الشركة أو الكلاينت. You have a project sponsor and have achieved agreement and sign off on both of the project charter and the project plan, انت عندك الشارتر متوافق عليه والبلان برضو متوافق عليها. Client personnel, الأشخاص بتوع أو الأفراد بتوع الكلاينت have been kept fully informed of the project's progress through status reports and regular meetings. الناس بتوع الكلاينت الممثلين له يعني عندهم علم وباستمرار بيتم إخبارهم بالبروجرس, نسب الإنجاز يعني بتاعت المشاريع بتاعت المشروع والحالة بتاعته من خلال التقارير أو الاجتماعات الدورية. The project is on schedule and within budget, المشروع ماشي طبقا للجدول وفي الميزانية مظبوط. And final perfunctory review has been scheduled, يعني المراجعة الأخيرة تم عمل schedule ليها. Suddenly you hear that the entire effort may be cancelled because the product
being developed is totally unacceptable. يعني فجأة سمعت كده ان ايه كل الجهود اللي انت بتعملها دي ممكن تبقى على الفاضي بسبب ان المشروع ممكن يتكنسل يعني, او المخرج اللي طالع ده مش acceptable, مش مقبول. What is the most likely cause of this situation? ايه هو يعتبر السبب الاكثر في تسبيب الموضوع ده, او السبب وراء الموقف ده؟ طبعا على شكل سؤال طويل, وفي اللي يعني يفضل في الاسئله الطويله اللي زي دي نقرا مثلا العربي اسهل, لو كان اسهل لنا يعني نقرا بالعربي بحيث ان هو بيبقى اسرع في القراءه. ف يعني الورد كويشن مش معتاده بشكل كبير في الامتحان لكن متوقعه طبعا. الاختيار الاول بيقول a key stakeholder was not adequately involved in the project, واحد من الستيك هولدرز الرئيسيين ما كانش متضمن بشكل كويس في المشروع. الاختيار الثاني بيقول the project charter and project management plan were not thoroughly explained to or adequately reviewed by the client. الشارتر والبي ام بلان ما كانوش بشكل مفصل يعني او بشكل كويس مشروحين للكلاينت ولا يعني متراجعين من خلاله. الاختيار الثالث communications arrangements were inadequate and did not provide the required information to interested parties. الترتيبات بتاعت الكوميونيكيشن وير inadequate, ما كانتش صحيحه وما عطتش الريكوايرد انفورميشن, المعلومات المطلوبه للافراد المهتمين او الفرق المهتمين. الاختيار الرابع the project sponsor failed to provide adequate support for the project. السبونسر الممول بتاع المشروع يعني فشل في ان هو يدي الدعم المناسب او الصحيح للمشروع. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد مثلا هنلاقي ان الاختيار الاخير البروجكت سبونسر فيل تو بروفايد الادكويت سبورت, لا ما حدش قال كده, والدليل ان هو كان المشروع ماشي طبقا للسكيدجول وطبقا للبادجت ومحدش يعني قلقان من حاجه ومحدش زعلان, المشروع كمشروع ماشي مظبوط. المشكله كلها ان البرودكت نفسه هو اللي مش مقبول, لكن كمشروع متطلباته ماشيه بالظبط طبقا للسكيدجول والبادجت, ويعني الناس بيجي لها ريبورتات وزي الفل. طيب الاختيار الثالث اللي هو communication arrangement were inadequate and did not provide the required information to interested parties, برضو الكلام مش صح, لان قال ان الكلاينت بيرسونال have been kept fully informed, الناس كانت يعني يتم اخبارها بكل شيء من خلال مش بس تقرير كمان الاجتماعات الدوريه, فالناس متابعه الموقف اول باول وعارفين. الاختيار الثاني project charter and project management plan were not thoroughly explained to or adequately reviewed by the client, هو يعني ما مش موضحه بشكل كبير, بس يعني الناس بتوع الكلاينت ممثلين الكلاينت بيتابعوا المشروع بشكل كويس, وان كان ممكن تبقى واحده من الحلول. يعني الاختيار الاول key stakeholder was not adequately involved in the project, لا شك ان اللي هي الاقوى للصحه بسبب ان هو بيقول لي فجاه حصل يعني ان اكسبتنس او عدم قبول للمنتج, فطالما فجاه كده اكتشفوا ان القبول ده او ان المنتج اللي طالع ده مش هو ده المقبول, مش هو ده اللي احنا عايزينه, طالما فجاه والناس متابعه اول باول, لا يبقى في حد جديد هو اللي دخل في الموضوع, لان الناس اللي متابعين مش هيتفاجئوا, لو هم متابعين اول باول كانوا هيلمحوا ان لا الحاجه دي احنا مش عايزينها, مش هو ده اللي احنا كنا عايزينه او البرودكت المظبوط. فطالما الموضوع suddenly يبقى اكيد في حد ظهر فجأة, a key stakeholder was not adequately involved in the project, فبالتالي الاجابة الصحيحة هي الاختيار الاول A. السؤال الثامن بيقول project manager wants to more extensively involve the stakeholders on the project, مدير المشروع عايز ان هو يضمن او يدخل ال stakeholders المعنيين بالمشروع بشكل موسع. Which of the following would be the best way to accomplish this? أي مما يلي هي أفضل طريقة عشان يحقق ده. الاختيار الأول بيقول Have the stakeholders periodically review the list of project requirements. يخلي الستيكهولدرز بصورة دورية يراجعوا قائمة المتطلبات بتاعة المشروع. الاختيار الثاني Invite the stakeholders to attend project status meeting. يدعو الستيكهولدرز إن هم يحضروا الستيتس ميتنج او مقابله مناقشه الاعمال المشروع وسير العمل. الاختيار الثالث send status report to the stakeholders, يبعت تقرير للحاله او الموقف بتاع الاعمال للستيكهولدرز للمعنيين. الاختيار الرابع update the stakeholders on the status of all project changes,
يعمل يعني تحديث للمعنيين، يبعت لهم ابديت كده على الحالة بتاعت تغييرات المشروع او موقف تغييرات المشروع. طيب لو حاولنا ان احنا نستبعد كده، وطبعا الاربعة يعني يعتبروا اساليب صحيحة ان هو يعملهم ينفذهم عشان يخلي الستيك هولدرز انفولفد في المشروع، بس في حاجات تعتبر سلبية وفي حاجات فيها تفاعل بسيط وفي حاجات فيها تفاعل عالي، فهو ده اللي احنا عايزين نرتبه. الاثنين الاخرانيين ان هم يبعت لهم يعني الاختيار الثالث send status reports to the stakeholders، يبعت status report للstakeholders، هو مش ضامن ان هم يقروه، فبالتالي التفاعل بتاعهم هنا هيبقى سلبي، هو بيجي لهم بس report وممكن يقروه ممكن لا. الاختيار الاخير update the stakeholders on the status of all project changes، نفس الشيء ان هو هيبعت لهم update او report عن موقف التغييرات، فبرضه ممكن يقروه ممكن لا. الاختيار الثاني اكثر تفاعلا شويه اللي هو invite stakeholders to attend project status meetings، يدعوهم ان هم يحضروا، طبعا لما هيحضر هيسمع بقى نقاشات، فهتضمن ان هو فعلا وصلته المعلومه، مش مجرد بس ان انت كنت تبعت له ريبورت يوم جاي حطه في الدرج وما يقراهوش مثلا، لا ده هنا كمان قعد بقى وسمع بودانه كمان. طيب الاختيار الاول have the stakeholder periodically review the list of project requirements، طالما تطلب منهم ان هم يعملوا ريفيو يبقى مش مجرد بس ان هم بيقرا او بيسمع، لا ده كمان بياخد اكشن، طالما هياخد اكشن يبقى لازم يفهم يعني الفرق ما بين الميتنج الواحد قاعد عمال يسمع ماسك الموبايل عمال يقلب ولا سرحان ولا بيفكر في حاجة تانية فهيسمع نص كلمة ونص تانية لا، لكن لما يطالب بقى لو سمحت خد قرار على اللي انت سمعته ده، يبقى لازم اركز في السماع افهمه اعقله يعني استوعبه اشوف السنس بتاع الموضوع ومدى منطقيته وبعد كده ابدأ اخد قرار. فطالما ان هم يعملوا ريفيو لا شك ان ده يعني اكثر افورت تفاعلي ان انا اخليهم يدوا اكشن كمان. السؤال التاسع بيقول ستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت ماتريكس كان بي يوز تو ايدنتيفاي، هتعرف ايه اللي هي الماتريكس بتاعت الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت، هل تعرف الكوميونيكيشن جابس الفجوات بتاعت التواصل، ولا اديشنال ستيك هولدرز ستيك هولدرز او معنيين اضافيين، كي ريليشن شيبس بتوين ستيك هولدرز العلاقات الرئيسيه ما بين الستيك هولدرز وبعضهم، سكيل ليفلز اوف ستيك هولدرز المستويات المهاره بتاعت الستيك هولدرز. طيب لو نتذكر كده مع بعض الماتريكس بتاعت الستيك هولدر انجيجمنت اسسمنت، هي كان الهدف منها ان انا بعرف الستيك هولدر دول هم الليفل بتاعهم ان اوير بالمشروع ولا يعني مهتم ولا رافض ولا داعم، فانا ببقى عايز انقلهم يعني ان هم كلهم يبقوا سبورتيف ليا، او الناس تبقى يعني مش مجرد ان هي ان اوير او حتى ريزيستر يعني معوقين للمشروع، ان هم يكونوا سبورتيف للمشروع وداعمين له. فبالتالي الاديشنال ستيك هولدرز اكيد مش هتنفع، يعني الاختيار الثاني اللي هو اديشنال ستيك هولدرز ده بيبقى في الستيك هولدر ريجستر ان انا بعمل ايدنتيفاي، الريليشن شيبس ما بتبقاش موجوده هنا ريليشن شيب ما بين الستيك هولدرز وبعضهم، السكيل ليفلز اوف ستيك هولدرز انا ما بحددش السكيلز او المهارات بتاعتهم او مستوياتها في الماتريكس دي، لا انا فعلا بعمل الكوميونيكيشن جابس، انا بشوف الراجل ده بعيد عني وانا عايز اقربه، فانا بحلل هو ان اوير بالمشروع، هل في عدم كوميونيكيشن ما بيني وما بينه مثلا، وانا محتاج ان هو يبقى انفولفد في المشروع بل كمان داعم للمشروع، فبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاولى كوميونيكيشن جابس. السؤال العاشر بيقول the role of each stakeholder is determined by، الدور بتاع كل stakeholder كل واحد من المعنيين بيتم تحديده بايه، determined by. الاختيار الاول the stakeholder and the sponsor، stakeholder والsponsor الممول. الاختيار الثاني the project manager and the sponsor، مدير المشروع والممول. الاختيار الثالث the team and the project manager، التيم ومدير المشروع. الاختيار الرابع the project manager and the stakeholder، مدير المشروع والstakeholder الشخص المعني نفسه. طيب عشان نفهم السؤال بعمق شويه كده، هو الستيك هولدر عندي واحد مثلا من الناس اللي في الشركه او في المؤسسه المالكه مثلا للمشروع، والستيك هولدر ده هو موجود من قبل ما المشروع يكون موجود، فبالتالي هو اكيد له دور معين جوه المؤسسه، هو يعني من خلال الاورجنايزيشن شارت له دور معين، مش شرط يكون السبونسر هو اللي يحدده له، السبونسر ممكن يبقى ممول ممكن جوه الشركه ولا بره الشركه السبونسر، بالتالي هو تم تحديد الدور بتاعه من خلال الاورجنايزيشن شارت نفسها او من خلال الهيكل، فبالتالي يعني
هو بقى معين في دور وله طلبات. طيب تأثيره مع المشروع ايه، او يعني تفاعله مع المشروع ايه؟ هو هيشوف ان في مشروع بيطلع، المشروع ده عبارة عن مثلا مستشفى وهو الراجل شغال في وزارة الصحة، فبالتالي عايز متطلبات معينة في المستشفى، 1 2 3، يبقى مين اللي قال انا عايز المتطلبات؟ هو الستيك هولدر نفسه. فبالتالي الستيك هولدر هيحدد متطلباته ايه، وانا هاجي لكم ازاي، وهشرف عليكم باي طريقه، او تدخلي هيبقى باي صوره. فبالتالي الستيك هولدر له دور في تحديد الموضوع ده، في تحديد الرول بتاعه. الرول مش مقصود بيه فقط ان هو انت وظيفتك ايه والمفروض تعمل ايه، لا، الموضوع ان ده راجل يعني ماسك قسم او مدير، فبالتالي هو اللي متوقع منه ان يقول انت عايز ايه في المشروع، او انت يعني هتعمل معانا ايه، او عايز مننا ايه. ف يعني كتير من الناس ممكن تفهم ان الرول لا يعني حد هو اللي هيحدده له، لا، وارد ان هو اللي هيحدد لنفسه انا متطلباتي ايه في المشروع ودوري في المشروع، هاجي لكم هعدي عليكم كل اسبوع كل شهر هطلب منكم تقارير. فبالتالي يعني بيبقى بيحدد لنفسه موضوع الرول بتاعه. مين تاني ممكن يحدد رول للستيك هولدر؟ البروجكت مانجر، مدير المشروع، ممكن يقول للستيك هولدر انت يعني كل فتره تراجع لي الريكويرمنتس، زي ما كنا بنقول في السؤال اللي من شويه، ممكن كل فتره تيجي تبص على المشروع وياخد منك توقيع ان الموضوع ده ابروفد بالنسبه لك، ممكن في وقت معين تدخل عشان انا محتاج دخولك ده للتنسيق الهندسي مثلا بخصوص الميكانيكال وورك مثلا، ولا الاتش فاك، ولا الفاير فايتنج، ولا اي حاجه. فبالتالي الاكتر اتنين ممكن ان هم يتكلموا في الدور او وظيفة الستيك هولدر في المشروع هتبقى ايه، هم الاتنين البروجكت مانجر والستيك هولدر. فبالتالي الاجابة الصحيحة هي الاختيار الاخير دي. طيب نكتفي بالقدر ده نظرا لان الفيديو طول، واسئلة الستيك هولدرز اسئلة قليلة، ومعادنا ان شاء الله في الاسبوع الجاي مع الانتجريشن.